مشاهدينا مساء النور عليكم، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. برنامجنا مستمر واكيد انه من بعد التجربه اللي عشنا ومن مورا خرجنا من الحجر الصحي، بزاف ديال الاسئله اللي تطرحات وبزاف ديال الافكار اللي وضعت نفسها قدامنا، وما يمكنش ما نكونوا استفدنا والو من هذه التجربه اللي عشناها واللي احنا مازال واكيد انه مازال غنتعايش معاها. المناقشة هذا الموضوع الدردشة فيه استضفنا معنا ضيفات كريمات اللي غنرحب بهم، والبداية من إسبانيا غادي نرحب لاله أمينة كامور وهي مساعدة اجتماعية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بك لاله أمينة. بك واهلا، بارك الله وفيك، شكرا على الدعوة. الله يحفظك ومرحبا بك وسعداء جدا بالتواصل معك. أيضا من إيطاليا كنرحب بسيدة نبيلة أمهدرة وهي موظفة مستشارة ببلدية بارما الإيطالية. مرحبا بك للا أمينة. مساء الخير. مساء الخير للا سكينة وشكرا على الدعوة. الله يحفظك للا، يخطيك، مشرفانا ومنورانا. وأيضا من المغرب ترحبوا بطبيعة الحال بسيدة منى عتيقي وهي مقاولة شابة. مرحبا بك للا منى. ترحب بكم جنة في الدار الكبيرة و تري كونتون ديتر بارمي فو. مرحبا بك منى. منى، البداية غادي نبداو ربما من المغرب. عشنا تجربة اللي فريدة من نوعها، لربما لا أجيال والدينا ولا أجيالنا ما عيشوهاش وما انتظروهاش. ما بيلي لو ضحاها اضطرينا أننا نجلسوا في ديورنا، تزرعت في نفوسنا واحد الخوف من هاد العدو المجهول، ما عارفينش كيفاش نحاربوه. أسئلة كثيرة طرحت في هاد المرحلة اللي عشناها، كيفاش عشناها، كيفاش تعيشنا معها، وحتى خروجنا اليوم كيفاش ممكن يكون. أنت كونك مقاولة شابة أكيد أنه نشاطك المهني توقف في لحظة من اللحظات، أيضا طرحت بزاف ديال الأسئلة، كيفاش عشتي هاد الحجر الصحي منى؟ شكرا على السؤال. اسمح لي نشوف غير واحد المشكل في التليفون. لا لا باتري، ديزولي. مرحبا. كنظن اننا احنا واحد الجيل محظوظ، ما غاديش نقراها قراءه اخرى لانها ما يصلحناش. فعلا تغيروا بزاف ديال الحوايج، والا عقلتي يا لاله سكينه كنا ديما في لقاءاتنا كنتهضروا وكنتكلموا على لو شونجمون، تغيير. كنظن ان التغيير واحد الوقيته كان مساله اختياريه، كان عندنا الاختيار، كنا نقدروا نقراو سيناريوهات وحوار ديال بزاف ديال الحوايج نقدروا نعيشوهم في الواقع. ولكن سبحان الله اللي وقع انه شي حاجه جاتنا اضطراريه اليوم اللي كتفرض علينا شيء من التغيير، وماشي تغيير كلي، ولكن يمكن تغيير في الافكار ديالنا، في الرؤيه ديالنا، نقدروا نتعايشوا مع شي حاجه لواحد النهار نقدروا نعرفوا دو كويس اجي. غادي ننتقل عند لاله أمينة. لاله أمينة، أكيد أنه تجربة في إسبانيا كانت تجربة قاسحة شي شوية، لأنه العدد ديال المصابين كان كثير، خوف من التطور ديال الفيروس كان أكثر. كان أنك كنت قريبة من واحد الفئة اللي هي ربما فئة وكان عليها تخوف خلال هذه المرحلة هذه. كيف تعشتي مرحلة كوفيد 19 وتجاوز المرحلة هذه؟ في الحقيقة أنا غادي نبدأ المداخلة ديالي بواحد الإضافة صغيرة، وهي على أن بحكم العمل ديالي متطوع في المغرب لمدة 4 سنين مع الجمعية عندنا تما في طنجة والجمعية اللي عندها النفسية، كنا دائما كنجتهدوا على استراتيجية التغيير في القدرات ديال الإنسان. دونك 4 سنين وحنا كنشتغلوا على استراتيجية التغيير، وفي الاخر صدمنا على ان ما خدمنا حتى حاجه في استراتيجيه التغيير، حيت جا هذا الفيروس ومحالينا بصفه نهائيه هذوك الاجتهادات، هذوك الدورات التكوينيه، هذوك التبادل ديال الافكار والتجارب اللي خدينا ما بين نساء المهجر والنساء المغرب، ووقفنا في واحد الخط اللي نقدروا نسميوه خط البدايه، خط الانطلاقه، خط المراجعه النفس. احنا كمهاجرات هنا في الاندلسيه، حيت غادي نهضري على اندلسيه اللي فيها كنجتهدوا ليها كنشتغلوا بصفه عامه، عشنا واحد الكاوس كبير، كاوس كبير بزاف.
كاوس نفساني من ناحيه ديال البعد ديالنا على بلادنا، كاوس نفساني من ناحيه البعد ديالنا على والدينا والعائله ديالنا، الوحدانيه اللي خلتنا داخلين في البيوت ديالنا ما عندناش التواصل مع باقي الجاليه ولا باقي الرفيقات ديالنا. وهذا كنظن عاشوا العالم كامل بالحق، حنا عشناه بواحد الخوف، عشناه بواحد الارتباك، واحد النفسانيه هابطه، على ان العدد ديال الضحايا اللي كانوا ربما كانوا اكثر من ايطاليا اللي هما كان فوق 16000 كلهم مسنين، يعني تخلق لينا واحد الهاجس كبير، هاجس كبير بزاف. وما غادي نطولش عليكم، الاعلام راه مخلى مقال في هذا الميدان هذا. المجتمع المدني هنايا خدم، ولكن يخدم بالطريقه شي شويه قليله، على بحكم ان المجتمع المدني في المغرب عندنا خدم مزيان، وكانت دائما هذيك الشوق ديالنا متبعين جميع القنوات. ولكن مع الاسف الشديد حنا عشنا هنايا مرحله صعيبه، عشنا صدمات، عشنا ارتباكات نفسيه، كنا كنتواصلوا بيناتنا بالتليفونات، كنتواصلوا بيناتنا عبر الانترنت، ما يمكن ليناش نخرجوا حيت ياش حباقي المدن، حباقي الدول، حباقي العالم. وما نقدرش نزيد نكمل، نخلي الاضافه للاخوات اخرين اللي حتى هما يشاركوا في نفس المعاناه. طبعا الحل هي لا امينه، اليوم هو لقاء اللي من خلاله ربما احنا فتحنا باب النقاش الجانب النفسي والجانب ديال التجربه كيفاش عيشناها، ربما كل سيده من الزاويه ديالها. طبعا الحل كيف ما قلت هذا الشيء كان جديد علينا، شي حاجه اللي جديده على ثقافتنا، شي حاجه اللي جديده على عاداتنا، على يعني احتياجاتنا اليوميه. نوعا ما كانت صادمه، يعني ما كانش من السهل اننا نتاقلموا معها. هنا غادي نمشي عند نبيله. نبيله ربما بايطاليا المساله كانت شويه، المشهد كان شويه قاسي، حتى الصوره باش حنا شفنا المشهد ربما كانت، يمكن دول اخرى كان فيها عدد اكبر، كان فيها يعني مشاهد اكثر قساوه، ولكن التاريخ رسم ما بين عينينا المشهد الايطالي، وكيفاش ايطاليا خدات يعني كيفاش خدات المساله، وكيفاش تعاملت معها، وشنو الاجراءات اللي وقعات، والمفاجات اللي خرجات، وبزاف د الحوايج. فبصفه عامه نبيله، حطينا كيفاش انت عشتي التجربه، خاصه وانك يعني قريبه من المجال الا بغينا نقولوا التفاعلي، والمجال السياسي، والمجال السيادي يعني في اسبانيا. السلام عليكم. بحال لان كيبان لي بان المعاناه راه وحده، يعني بالمقارنه مع الامينه ياك، اسمحي لي انا اول يعني تقريبا المشاكل هي نفسها. بالنسبه لايطاليا هي بصح ايطاليا كانت خدات واحد، يعني العالم كله خداها على انها في واحد يعني في واحد الازمه اللي حتى هي براسها ما عمرها ما شافتها منذ يعني من الحرب العالميه الثانيه، يعني هما ما عمرهم يعني ما عقلوا يعني كشعب على شي ازمه بحال هذا، يعني هذه الازمه الصحيه اللي كانت في السنه المشؤومه ولا الغير مشؤومه ما عرفناش، حتى السالي عاد نفهموا اشنو الاسي على ود ما كنسمعكش لاله سكينه، ولكن قلت لك ربما هو سنه بغينا هاد سالي ولكن هي عندها يعني قراءات متعدده، ممكن الانسان ياخذها من واحد الناحيه سلبيه لانهم كانوا اصابات، كانوا اموات، كانوا يعني كانوا خسارات ماديه معنويه نفسيه اجتماعيه، ولكن في نفس الوقت الا بغينا ناخذها يعني حتى كعبره، وحنا من منطلق يعني دينيا حنا كنامنوا بالقضاء والقدر، ويقدر حتى الايطاليين في الاول ديالهم اللي خلى هذاك الارتفاع يعني في عدد الاصابات وفي عدد الموتى كان هو انهم استهانوا يعني بهذا الفيروس، كانوا كيشوفوه بعيد يعني ملي بداو في الصين كان بالنسبه لهم هما راه بعيد، يعني واحد الحاجه اللي بعيده على البلد ديالي، بعيده على الشعب ديالي، ما عمرهم كانوا كيظنوا بان غادي يوصل هذاك العدد في الاصابات ولا هذاك العدد في يعني في الموتى. اللي خلى ان ايطاليا كانت بخلاف دول اخرى يعني العدد كان كيكون كان دائما في يعني في واحد الارتفاع بواحد طريقه يعني خياليه، وانهم هنا هما كانوا كيديروا لا ديكيراسيون، يعني كيقولوا داكشي اللي كاين
في الوقت والحين مقارنة أن دول أخرين. إحنا يعني كانت عندنا اتصالات بدول أوروبية أخرى اللي الإصابات ما كانوش كيعلنوا عليهم، لأن كانوا عندهم يعني طرق متعددة سيا في البحث عن يعني عن الإصابات فين كاينين كيفاش. ما إيطاليا لا، كان يعني عندها واحد النوع ديال تو دو سويت، كدير هذاك التحليل في ساعة كتكلاسيفيكي بأن هذاك الإنسان راه دخل مصاب، شحال تشافى شحال مات، يعني كان عندها داك الشيء بواحد الطريقه يعني مدير. ان المستشفيات ما كانوش موجودين، يعني كان عندهم واحد الخلل يعني حتى في النظام ديالهم الصحي، مع انه يعني نظام صحي معروف عليه عالميا يعني من احسن النظامات، ولكن المشكله انهم ما كانوش مستعدين. يعني الاستعداد هو اللي كان هو المشكله اللي بدات، يعني حتى نقولوا يعني الحالات اللي تنقلت ليها الفيروس بسرعه كان شي مرة حتى من داخل المستشفيات. يعني الطريقة باش أنهم كيستقبلوا المريض ما كياخذوش بعين الاعتبار أنه يقدر يكون مصاب، كيدخلوه في واحد المسار اللي يقدر هو يدوز 10 20 30 40 واحد كله مثلا يعاديهم. هاد الشيء هما ما فهموه حتى بداو بشوية 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 تيتعاملوا وعندهم الكونتاكت ديريكت مع المرض ومع الفيروس. تجربتي انا الخاصه، انا بحكم خدمتي يعني ما وقفتش، يعني المسؤوليه كانت مخليه انني ما عمري وقفت، ما عمري جلست في داري، ما عمري عرفت هذيك القضيه لانني مسدوده عليا في داري يعني. ولكن ربما لا امينه، المشهد ديال كل شيء ساد والمشهد ديال ان الدنيا مهجوره قاسي نوعا ما. هو قاسي نوعا ما، ولكن انت اللي كنتي كتمشي وكتخرجي وكتكوني في وسط يعني هذاك، لان بحكم يعني الخدمه ديالي كنتي كتكوني وسط الحالات يعني المصابين، كان كيعطيك اطمئنان ان الناس محتارمين سميتو. هي كتعطيك واحد النوع من كتحسي براسك فينا هي ديك الحريه، الناس كلشي خارجي، الوليدات الصغار، العجازه، يعني كل واحد لي سيرفيس تلقاي كلشي محلول. ايه راه ماشي عادي، ما بين ليله وضحاها ماشي عادي، ولكن كيعطيك واحد النوع ديال الاطمئنان. انا وليت كنخاف دابا، يعني دابا ملي خرجنا وكنقول واخا الاصابات ما بقاوش، اليوم ديكلارو 126 اصابه ولا عندنا 6 الموتى في ايطاليا كامله. يعني الطريقه اللي كتشوف فيها الناس بحال نساو وتناساو هذاك الشيء اللي مرينا به، هذا هو اللي كيخوف اكثر. طبعا لانهم باغيين يرجعوا للحياه العاديه، ولكن ما كياخذوش بعين الاعتبار باننا زدنا من واحد الازمه اللي ما نظنش العالم كله ما عمره ما غادي ينساها. يعني بطبيعة الحال سنة 2020 عمرها ما تنسى مدى الحياة، ويمكن ما بعد حياتنا ربما غادي تذكروها أولاد ولادنا، لأنه سنة كانت صعبة جدا بتفاصيلها. باش نكونوا واقعيين، تجربة ما كانش سهلة، ربما كنا كنحاولوا من الجانب يعني المهني أنه نهونوا على الناس فين احنا غاديين، لأنه كنا أمام المجهول. كتشوف ناس كتموت في العالم، كتشوف واحد الفيروس اللي هو يعني ما مفهومش، ولا حد اليوم راه ما مفهومش، كتشوف واحد يعني مجموعه من الامور اللي هي متداخله مع بعضياتها، شنو غيوقع من هنا لغدا، اسئله كثيره اللي دخلتنا في موجه من الاضطرابات النفسيه وفي موجه من الصعوبات النفسيه، واللي ما نخجلوش على اننا نذكرها. وهذه حقيقه عشنا تجربه اللي كانت قاسيه وقاسيه جدا. املي انه نكونوا فهمنا الدرس باش ما نعاودوش نعيشوا ما اقصى منها، لانه اليوم خرجنا من الكونفينمون، مي راه بوسيبل نعاودو ندخلو فيه. اذا المعادله راه بين يدينا حنايا، وللاسف الوعي اقل. انا هنا فين غيديني النقاش، ربما نرجع عندك منى. لاحظنا بانه في واحد المرحله كان الخوف، خفنا من كوفيد 19، دخلنا لديورنا، درنا لي بافيت ديالنا، وبلوتو ديك الوقيته ما كانش لي بافيت، واحد كيغسل يديه، خارجين بورقه استثنائيه. يمكن كانت واحد الفئه للاسف اللي ما امتثلتش، ولكن الفئه الاكثريه خافت ودارت الاجراءات اللي خاصها دير. واحد الوقيته كان نوع من التراخي، بحال ولفنا قلنا صافي هذا الشيء اللي عطى الله، كوفيد 19 كاين. شويه من بعد اتونسيون، راه حنا ما كنتفلاوش، حنا مازال في مواجهه واحد الفيروس خطير. عاود زيرنا عاوتاني شي شويه الحبل عندك. ملي جينا للمرحله ديال غنخرجوا من الكونفينمون، الناس صافيات، الناس باغا تخرج، بغات تسافر، بغات ترجع لحياتها، اللي باغي يشري الحوايج، اللي باغي يمشي للبحر، اللي باغي يمشي للقهوه، اللي باغي يمشي عند الحجام، اللي باغا تمشي للصالون، اللي كل واحد شنو هو الهدف ديالو من بعد داك الكونفينمون اللي كيتسناه بفارغ الصبر. عرفنا بقيمه الاشياء البسيطه في حياتنا، هنا في كان التخوف الكبير. انا بغيت نعرف انت منى، شنو هي اول حاجه كنتي كتقولي صافي خاصني نخرج من الكونفينمون؟ وانت واش تحضرتي في دماغك باللي
اتونسيون راه حنا مازالين في خطر، راه مازال مرحله الخطر ممكنه وممكن نعاودوا افير. جون سوي تري كونسيونت وبديت كنبدل لي زابيتود دو كونسوماسيون. صراحه انا كانسان بديت كنفكر كيفاش نكون انديسبونسابل لا موندغ دي شوز اسو كاينه ما كناش كنساليو ونعجنو اختي. اليوم ولا شويه ديال الوقت افيك ميم لو ستريس، ولكن الواحد كيقلب يدير شي حاجه في ميزون باغ اكزومبل لي سوان، كان الواحد كيمشي يخرج على برا يتو واحد الوقيته شوي اوبليجي دو بروندغ سوان دو توا انتي. ايماجين اون سو تريتي لا بلوبار دو نوتغ في، واحد الوقيته اون ديليغي لي شوز لي بلوز امبورطون في حياتنا، الاشياء المهمه اللي كيفي بارتي دو نو ديليغيناها واحد الوقيته. فاليوم وكانت واحد الامد دوزناه بحال هكذاك، يعني التغيير ما تقبلناش في الاول، فتخيل ما مقبلش التغيير وخايف من شي حاجه اللي ما عارفهاش، كتبدا تفكر في واحد القضيه وحده هي يعني انك خصك تبدل شويه لي زابيتود ديالك قد ما قديتي. ويلا لاحظتي الناس بداو تيفكروا في هاد المسائل هادي سورتو كوتي ايجيان. انا عجبني الحال، فرحت حيت ما بقيتش كنلقى الازبال في الزنقه، ما بقيتش كنلقى سي فري كو كتخرجي مضطره مجبره لا بطاله، ولكن تشوفي اتونسيون لو ماكسيموم. هذا هو اللي كاين. اما لادابتاسيون اوجوردي ما نقدروش نقولوا غير رجعوا كي كنا شحال هادي، صعيبه حيت بدلات شي حوايج اون اريف با ما قادرينش نقيسوها لسبب واحد، لاننا ولفنا واحد النهار نمطيه، بقينا غاديين بواحد السيستم، بقينا غاديين بواحد لدرجة أنه الناس ما قدروش دابا كنجو كوني دي جون اللي كيمشي للبيرو كيجلس فيه بوحدو وكيعاود يرجع تلف ما عرفش شنو يدير، ما بقاش عنده قدرة على التواصل مع الناس. جيني سيلفو بلي إيما تفكر، تخيلوا معايا ناس عندهم دي زونجاجمون مع دي فورنيسور مع دي كليون في البحر، يعني بصح في وسط البحر وواحد النهار خصو يجلس. علمني الكونفينمون اون طونك بيرسون نديليغي لي بون شوز لي بون بيرسون، علمني ما نديليغيش نيمبورط كوا، حيت واحد الوقيته ما كناش نقدروا نخلصوا حتى لي فاكتور التليفون ديالنا، ما عارفينش نخرجوا حتى نجيبوا لا مونغ دي شوز. الناس مولفه مثلا شي حوايج معينه في حياتها صعب عليها، والدليل على هذا ان الدول اكثر كونسوماسيون اندستريال صابوا بالرعب اكثر من الناس اللي كاين مثلا عندهم الغوميد في الناتوريل. فكانت الشراءات ديالهم كثيره، كاين الناس اللي تبيراميت ليها لي برودوي سون بيريمي حيت شراو 3 4 مليون بالخلعه تخلع قبل واش ما غاديش نلقاو ما ناكلو واش من باسكو لي جون ايزون كومونسي ا بونسي اوترومون سي لا فان. بورتون سي ان تري بون ديبي، انا كنامن به لانه جا يصلح شي حوايج فينا حنا كل واحد فينا، جا اليوم يذكر كل واحد فينا اش كيدير هنا. جات نعم هو منى، ربما هذه المرحله هذه بينات لينا القيمه ديال بزاف ديال الحوايج اللي حنا بالنسبه لنا عاديين، عادي نخرج، عادي نمشي نتلاقى مع الناس، عادي اختي سكينه اسمح لي قطعت كلامك. شتي اليوم غير باش تسلم على انسان عزيز عليك وكتبغيه ولات صعيبه، عرفتي تحرك فينا واحد الاحساس يمكن الناس ما ردوش ليه البال، ولكن افتقدنا بعضياتنا واخا حنا قراب من بعضياتنا. احساس غريب، انا بعدا شخصيا جاني غريب بزاف، فكرني انه الواحد الا بغى يدير البيلون سي اليوم نبدلوا لي زابيتود ليجيان تكون حسن، ردوا البال بعضياتنا، يمكن هذا الشيء غادي يدوز. انا اكيده غادي يدوز، عندي يقين، ولكن يمكن جاي يعلمنا واحد الدرس اللي يمكن فشلنا فيه مع بعضنا حنا. فهمتيني اختي سكينه سيداتي، فهمتوني شويه، يعني شي حاجه اللي حنا ما قدرناش نوصلوها لبعضياتنا. اليوم جات الوقت والظروف اللي فرضت علينا ان تريتمون دو شوك، ما عرفتش نقولها بالعربيه، ولكن سي ان فري تريتمون دو شوك. وقف كل واحد فينا في النقطه ديالو، اكد ليه انه المعقول في احيانا ماشي احيانا مي ديما، واحد الحاجه سميتها المعقول والمعاملة الإنسانية والرقي الإنساني تحدى نظامات وقوانين، حيت حنا مفاهمين، حيت حنا إنسان.
كنشكركم بزاف باسكو جو بارل طرو، نخلي الكلمه للسيدات اللي معنا، ولكن فريمون انا بعدا شخصيا وحق الله حتى كنشكر القضاء والقدر، ميرسي لي سيركونستانس، حيت ولي شفت ولاد الدربي كيجمعوا الازبال كيصبغوا الحيوط، شفت لي فام دو فويي كيحيدوا داك لي باجاج اللي في السطح ما صالحين لوالو، شفت دي شوز اللي كان شحال هادو حنا تنتكلموا عليها، وسورتو انا يا يعني كنتكلم من منطق يعني الشارع المغربي، لا كولوكاسيون، الناس ساكنه مع بعضياتها كتدق على بعضياتها كتسلول في بعضياتها، سي تري امبورطون. انا كنشكر القدر حين علمنا هذا الدرس. سمحوا لي شديت الكلمه بزاف، مي بون سمحوا لي. هذا هو الغرض كنجسدوا اليوم كيفاش عشتي التجربه بطبيعه الحال. غادي ننتقلوا دابا من عند لالا منى، نمشيو عند ليك لالا امينه. ربما يعني تكلمنا بصفه عامه على شنو يعني شنو عشنا كمشاعر وكاحاسيس، شنو خدينا من هذه التجربه هذه كل واحد من المنطلق ديالو. اكيد انها غتخلي لنا واحد الدرس كبير في حياتنا، وغتخلي بزاف ديال الامور اللي تحطت قدام عينينا واللي عرفنا بالقيمه ديالها بطبيعه الحال. كلمينا شي شويه على التجربه كيفاش عشتيها انت، وشنو يمكن يكون تغير فينا بصفه عامه. تجربه على التجربه الشخصيه اللي عشتها انايا، وهي على انني انا من نوع الناس اللي حياتي كامله من دول الهجره ديالي لهنايا وانا سوسيابل، كنعيش دائما في الوسط الاجتماعي مع صحباتي مع هذه، بحكم ان العائله ما كايناش هذه، دونك حسيت بحالي تحرمت من الحريه، الحريه ديالي يعني الحريه على ان تخرج فوقاش ما بغيتي، تجلس فين ما بغيتي، تمشي فين ما بغيتي، تخدم بالحريه ديالك، تدخل بالحريه ديالك، هذاك الشيء كل شيء انايا تحبس لي، ولا عندي واحد الهاجس نيجاتيف بحكم ان ولدك ماشي معاك، يمك ماشي معاك، خوتك ماشي معاك، صحاباتك ماشي معاك، وكننوض في الصباح كيكون عندي في الليل واحد لاجوندا عامره شنو غادي نعمل بالنهار، ومني كننوض في الصباح كنتلطم بالامر الواقع على ان راه ما عندك فين تمشي، راه عندك الكوزينه وعندك الصالون وعندك بيت نعاس، يعني حاول ما امكن تفيق وتبدل المنهجيه ديالك. دونك فحال اللي دخلت في واحد ديبريسيون، دخلت في واحد ديبريسيون كبيره بحكم على ان الخدمه وقفت، يعني الخدمه اللي كنقولوا منها الواحد كيعيش الشهريه ديالو وقفت، العمل الجمعوي وقف، واحد المسؤوليه واحد المجموعه ديال الارتباطات حتى هي وقفت، وانت وليتي عاجزه. ولاني من بعد دازت واحد العشر ايام الاولانيه صافي فحال اللي فقت. علاش؟ هذه غادي نقولها وغادي نقولها ونتمنى على الله توصل لكل مغربيه وكل مغربي. فقت في هذيك العشر ايام هي مني شفت هذاك التلاحم، هذاك لا سوليداريتي، هذاك الحياه الاجتماعيه اللي كانت كتعيش في المغرب، هذيك الطريقه اللي قرر سيدنا باش تطبق في الحجر الصحي، الحكومه، جميع الاطر، يعني داك الشيء فيقني وزاد جعلني على ان الحب للوطن ماشي كان عندنا غير حتى ملي نشوفوا العالم نتبورشوا او لا ملي نسمعوا عليه، لا زاد تغرس فيا وفي حالي كاينين بزاف. علاش؟ حيت فاش هنا راه ما كانش عندنا داك الشيء، هنا راه ما كانش عندنا اللي كيدق علينا ويقول لينا هاكو راكم القفه واخا فيها اللي كتب الله هاكو القفه، حنا ما كانش عندنا اللي ما عمره خدم يشبر 80 الاورو في الشهر، 80 الف فرنك في الشهر هو عمره ما خدم، ما كايناش هنا، كنتي خدامه كتدخل في الشوماج صافي، ما عندكش الشوماج جلس في الدار، ما كاينش اللي يجي يدق عليك حيتاش كلشي خايف، ما يمكنش يجي يدقوا عليك. وهكاك انا تحديت من العشريه من الثانيه، تحديت هذه المرحله، وبقيت كنسق مع صحاباتي اللي احتاجتش حنايا في واحد المركز ديال التضامن من اجل التعاون مع لي بيرسون فولنيرابل، مع الناس اللي محتاجين، وهكاك ونسقت ما بيناتهم، ولاني اختصيت في التنسيق في توزيع المواد الغذائيه وهذه الجاليه المغربيه ديالنا والمسلمين بصفه عامه. علاش؟ حيتاش كان كيتفرق عنا واحد لو بون، وهذه خلات عندي واحد البصمه ما عمرني غنساها، كان كيتفرق واحد لو بون باش يساعد جميع الفئات، جميع الشرائح، كانوا اسبانيول ولا كانوا مغاربه ولا كانوا جميع الجنسيات، بحكم ان حتى واحد ما بقى خدام، كانوا كيعطيهم واحد لو بون
والضائعين اللي كانوا كيضيعوا في هذاك البينيفيس ديال ديك لو بون كانوا هما المغاربه. علاش؟ حيتاش كانوا كيعملوا لهم مواد اللي ما يمكنش حنايا عندنا المواد الحلال اللحام والدجاج وداك الشيء. دونك حنا شنو كنا كنعملوا؟ كنتصلوا بلاجوتامينتو بالمؤسسه هنايا وكنحاولوا ما امكن نعيدوا النظر في اللائحه باش داك لا ديفيرونس ديال لو بون اللي غادي يمشيو يشريو به اللحام وداك الشيء يعوضوه لهم بالمواد اخرى اوليه للدار ديالهم. تصور هذا الشيء كنا كنعيشوا غير عبر انترنت، وكاينين بزاف ديال العائلات ما كانوش عندهم انترنت، ما كيعرفوش اي مانيبيليو انترنت. دونك كان عندنا بزاف هذا المشكل. دونك انا ملي دخلت لهاد المرحله هذه زاد قوه هذا ديالي، زادت قوه المعنويات ديالي، قويتها بزاف لدرجه ان قلت صافي هذه هي الانطلاقه، خصني دابا ننطلق بطريقه اخرى، ننطلق بصوره اخرى، ننطلق بقوه اخرى، وننطلق بالامل بالامل. وطبيعه الحال هنايا كيوقع بحال اللي قالت الاخت، القدر ديال الله سبحانه وتعالى حنا جعلنا باش نوقفوا في واحد النقطه انتظام ونفكروا شكون اللي كيبغينا. ما خصناش نفكروا شكون اللي ما كيبغيناش، خصنا نفكروا غير شكون اللي كيبغينا، حيت السلبيات ما عندنا ما نزيدوا نفكروا فيها، عشناها 3 شهور، خصنا دابا نفكروا في الايجابيات ونجتهدوا عليها من دابا. رائع، الله يعطيك الصحه، عندي مثالك فعلا، خاصنا نركزوا على الايجابي لانه السلبي صافي داز، ونتمنوا انه فعلا يكون داز وسالى، لانه انا كما تنقول اليوم المشكل عندنا حنا، يعني اليوم غتحمي انت راسك براسك لانه ربما كاع الاجراءات دارت. اذا خاصنا نتعاملوا على اننا حنا مصابين ونحميو الناس منا، ونتعاملوا على ان الناس كلهم مصابين وكنحميو راسنا منهم. غادي ننتقل عندك لنبيله، ربما بنفس المنطق، المرحله ديال التعايش مع 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 التجربه في الاوج ديالها، كيفاش يمكن لك تعطينا القراءه ديالك انطلاقا من تجربتك الشخصيه، خاصه وانا كما تنقولوا انت راه كنتي في قلب المعمعه كيف ما تنقول. التجربه ديالي انايا يعني هما نفس الاشياء كيتعاودوا، يعني حتى بالنسبه للي قالت الاخت منى ولا السيدة أمينة، يعني تقريبا نفس الحوايج كيكونوا لك، يعني في الداخل ديالك كتبداي كتراجعي نفسك، كتحاولي ما يمكن ترتبي حتى الأشياء الأهم اللي خاصهم يكونوا في حياتك. أنا حاجة اللي كنظن خرجت بها من هذه التجربة هي قيمة الوقت، يعني الوقت اللي حنا انا بحكم يعني كنقول خدمتي فيها 8 سوايع ديال المسؤوليه، يعني ديال انسان 8 سوايع ومركز في خدمته، من بعد عندي العمل الجمعوي لان عندنا يعني مدرسه ديال اللغه العربيه بالنسبه للاطفال الغير ناطقين بها، يعني بالنسبه للمغاربه توانسه جزائريين اللي كيقراو عندنا اللغه العربيه، عندنا يعني عندي مسؤوليه مع البلديه ديالي. يعني تصوري انني انا كنت البيت ديالي ما كندخل ليه الا في الليل، يعني ولادي، انا عندي ولد عنده 18 عام وبنيته عندها 15 عام، بارك الله فيك، بارك الله فيك لالا سكينة. كانت المشكلة عندي أنني وليداتي ما بقيتش كنشوفهم بحكم أنك تدخلي في هذاك التيار ديال الحياة، يعني من حاجة لحاجة، وصيرتو حنا المرأة المهاجرة ماشي سهلة، المرأة المهاجرة كتجي لهنايا خاصة أولا وقبل كلش أن تدخل في هذا المجتمع هذا تفهمه، خاصها تحاول ما أمكن تبني الأسرة ديالها، من بعد كتولي خاصها يعني نقولوا يعني تفرض الوجود ديالها كمرأة مغربية عن طريق دراسات، تدخل في جميع الميادين، تمون تحط البصمة ديالها كمرأة مغربية. هذا كيحتم لنا أننا كيكون مجهود مجهودين ديالنا إحنا، لأن كينا اللغة، كينا يعني إحنا ديننا كديانة إسلامية، يعني إحنا كنا صار أقلية في الدولة هذه، يعني خصكي حتى بالنسبة للحجاب ديالك، اللباس ديالك، يعني أي حركة وأي أي يعني أي كنقول إحنا أي خطوة محسوبه عليك، واي خطوه كيكونوا الناس كلشي يعني كيراقبوه. هذه المسؤوليه هذه خلاتنا انا كنقول يعني على تجربتي الخاصه، انك كتكوني دائما كتعطي اكثر من جهدك، يعني النهار فيه كنقولوا حنا يعني 24 ساعه بالنسبه لك انت، كتعطي طاقه مضوبله، تعطي الطاقه مضوبله. هذا الكوفيد ديال يعني 19 عطاك انك اولا وليت كنجي كنلقى ولادي في الدار،
اللي حتى هما يعني بحكم ان احنا كنعرفوا ان الدول الاوروبيه وتقريبا حتى المغرب دخل في هاد النطاق هادو، الوليدات من المدرسه، سبور، موسيقى، يعني الوالدين في جهه والولاد في جهه. لقيت بحال عاد تعرفت على وليداتي يعني بزاف د الحوايج بزاف ديال الوالدين اللي وصلوا لهاد الخلاصه، كيقول لك عاد فهمت ولادي كيفاش شنو كيديروا شنو كيقراو شنو عرفت النقاشات اللي كانوا كيطراو من حوايج سامبل، لان مجرد ما عندكش الوقت باش انك تسمعوا ولا باش انك مثلا، وحتى هما تعلموا بزاف. الوليدات تاثروا نفسانيا ولكن حتى هما قدروا انهم يعني يجلسوا مع راسهم يحاولوا ما امكن يفهموا اش كيعيشوا بعدا، شنو هو هذا الفيروس، شنو اللي شنو الحاجه اللي يعني احنا كنشوف انا حتى الوليدات ديال مدرسه اللغه العربيه اللي كيمشيو ما بين 6 سنين حتى ل 14 عام، يعني كنتي كتاخدي منهم واحد ملي كديري لهم واحد يعني واحد كتبغي تفهمي اش كيش كيحسوا كيفاش كيدوزوا نهارهم، كتلقايهم بانهم حتى هما كان عندهم واحد النوع من انهم بداو تيسسروا يعني الله شنو هو الميساج اللي بغى يعطينا، انه كلشي بيد الله، كلشي بيد الله، احنا ممكن نديروا اللي بغينا، ممكن احلام، ممكن برامج، ممكن اهداف، ممكن غيوصلوها لنا سيد ربي الا كانت مكتبه لنا في المكتب، ولكن اي حاجه كترجع لله سبحانه وتعالى. تصوري انا في الاول باقا كنعقل في الاول ديال يعني ملي بداو الاصابات كيطلعوا تيقولوا لي يا نبيله راكي كتعاملي بواحد الطريقه بحال راكي ماشي في وسط سميتو هذا، كنقول لهم الموت وحده يا ودي الله يهديكم، راه الموت وحده. تصوري هذيك الموت وحده بدات غاده غاده غاده، ايه الموت وحده، ولكن ملي كتولي كل نهار وسيرتو حنا انا كنقولها وكنظن بان الامينه غادي يعني تتاكد هذه القضيه هذه، حنا عشنا واحد الحاجه يعني شويه بحال بغينا نقولوا قاصحه علينا حنايا، وهي الناس اللي ماتوا هنا وما قدروش يدفنوا في المغرب فيهم المغرب. هذه راه حاجه اللي انا كل مره يعني كدوز لي قدام عينيا، يعني ناس جاوا عند وليداتهم، تصور انسان جا هنا عنده وليداته يعني مخلي ولاده في المغرب، مخلي احفاده، مخلي عائلته وما رجعش، ما رجعش دفن في بلاد ماشي بلاده وبصعوبه حنايا بعدا. وهذه حاجه اخرى كنقولها وكنشكر عليها جميع المؤسسات والجمعيات والناس اللي عاونوا بانهم تحلوا مقابر اسلاميه في ما غنقولوش كاع المدن الايطاليه، ولكن الحمد لله بزاف المدن الايطاليه. حنا بارما الحمد لله هذه عام باش اننا كنا حليناها يعني من غير الكوفيد، الحمد لله قدرنا اننا نحلوها هنا في بارما، وكانت عندنا الامكانيه الانسان اللي ما كيبغيش يدفن في بلاده ولا مثلا هو المسلمين يعني بحال السوريين اخواننا اللي عندهم حروب في دولهم ولكن مسلمين وباغين يدفنوا بطريقه اسلاميه، يعني الحمد لله كانت هاد عندهم هاد الامكانيه هذه في بارما وفي مدن اخرين كبار اللي ممكن انهم كانوا يعني عاطين هاد الحق للمسلمين. في مدن اخرى لا، مدن اخرى الناس عندهم مشكله، يعني تصوري كيمشيو عند البلديه ديالهم تيقولوا لهم حنا دابا عندنا يعني حنا في واحد الوضع اللي حنا صعيب علينا باش عاد نشوف واحد الحق ديال الانسان، ما بقاش لقى حتى فين تدفن، ما لقاش الانسان فين يتدفن. والمشكله انك المريض ديالك كان كيدخل كيجيو يهزوه، يعني كيجيو كتعيط كتقول له راه فيه الحراره طالعه راه هادي هذا، كيجي كيهزوه كيجيو هذوك كلهم لابسين يعني سميتو بيض، خلات نقولهم انا ما عرفتش يعني كيجيك واحد المنظر انا بقى لي يعني بين عينيا، وهما كيجيو يهزوا داك المريض من بعد كيعيطوا له كيقول لك هذاك السيد ما كاينش ما بقاش، ما قادره لا يعني لا اهل ديالو يشوفوه، فين عاد ولاو كيشوفوه فين، يعني حتى بداو بشويه 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 كيدير عاد بلا بلادهم يقدر على الاقل يشوفو يعني يشوف هذاك في هذاك الميت، وعلى الاقل يتهنى عليه بانه غيدفن بطريقه اسلاميه وفي مقبره اللي هي محدده للمسلمين. هذه كانت من الحاجات اللي اثرت بزاف النفسيه ديال بزاف الاسر، وانا كنقول من المنطلق ديالي يعني هي صعيبه بزاف والله صعيبه بزاف، لان الانسان باش يولي أي انا كنظن اي انسان انا من راسي وجبد انا كنقول بغيت ندفن في بلادي، يعني نعيش هنا شحال ما نعيش 80 عام الى سيدي ربي كتب عليا، ولكن بغيت ندفن في بلادي. يعني صعيب باش ان انسان يشوف الوالد ديالو جاي عنده لهنايا ومات، ولا الزوجه ديالو ومضطر انه يدفنها هنايا، كانت يعني قضيه صعيبه. والقضيه الاخرى اللي حنا عارفينها كاملين هما الاسر اللي تشتات،
الأسر اللي 3 شهور والراجل في المغرب والمرأة هنا، ولا المرأة في المغرب وهنا، ولا وليداتك مشاو غير مجرد أنهم يشوفوا، ولا العكس يعني الوليدات كاينين هنا والأم مشات غير تشوف الوالد ديالها ولا الوالدة ديالها مريضة وما قدرش بقى تدخل. هادو كانوا معاناة بالنسبة لنا احنا المهاجرين، يعني كان عندنا جميع أنواع المعاناة، جميع أنواع المعاناة كثيرة من غير الخوف، من غير كانوا هاد يعني هاد الحوايج بزاف يعني في الجالية. نعم اكيد انه المساله يعني ما كانش سهله لنا بلا بطبيعه الحال، وربما شفنا فيديوهات المغاربه اللي كانت ما تلقاوش فين يتدفنوا، او ما كانش حتى يمكن يدير انك تودع واحد الانسان عزيز عليك وانك تقيم الجنازه كيف ما اعتادينا في ثقافتنا الاسلاميه والعربيه، وبزاف المواقف اللي كانت صادمه وكانت قاسيه وكانت قاصحه علينا جميع. املنا انها ما تعاودش وتكون لينا درس باش نعرفوا بقيمه الحياه ونعرفوا بقيمه الخير ونعرفوا بقيمه اننا يعني نتعاملوا بالطيبه ونتعاملوا بالايجابيه ونتعاملوا بما يرضي الله في هذا الاتجاه، هذا في اتجاه المعاملاتي اكيد انه بزاف ديال الحوايج اللي يمكن انها تغير في حياتنا، وخاصه تغير من بعد التجربه هذه. غادي نرجع عندك منى، ما بعد الحجر الصحي؟ الو حنا نورمالمون دابا خرجنا من الحجر الصحي بين قوسين، دزنا لمرحله تخفيف واحد في المغرب تقريبا يعني الحياه بدات كترجع شي شويه للطبيعه ديالها، الناس كانت واحد اللهفة، الناس دارت الصف باش تشري الحوايج، الناس كتسنى غير امتى القهوة تأوتوريزا باش يمكن يخرج يشرب قهوة مع صحابو مع الناس اللي قراب ليه، ما خا يكون الإجراءات، وبالإجراءات غير المهم الإنسان يقدر أنه يرجع لواحد الطبيعة اللي اعتاد عليها. هاد المرحلة هادي انتي كيفاش شفتيها منى، وكيفاش حتى انتي خرجتي من الحجر الصحي يعني المشدد؟ الو باش نكون معك واضحه سكينه اختي، ومع حتى الناس اللي كيسمعونا والاخوات، خرجت وما خرجتش لانه كما قلت لك شي حوايج بيرمي اوجوردي نديرهم، شي حوايج كنحسب ليهم ألف حساب كيف الناس كاملين، دونك دوكو خرجنا وما خرجناش. اليوم عطاونا لوتوريزاسيون ديال الحمام، غنسول شحال من مره في المغرب اليوم مشات ليه؟ راه صعيب كتدورها في راسك كتقول لا غادي ندير شي حاجه في الدار ندوبش ولا نعوم في الدار، يمكن بلاتي واحد شويه نشوف شنو غيوقع. ولات المساله ديفيسيل، قلت لك حنا دابا في العقل الباطن ديالنا تنقولوا يمكن غير هادشي كيما كان، بصح دي شوز غادي يرجعوا، اي دي شوز ما غيرجعوش، لا غادي يبقى التخوف قائم بذاتي. انا شخصيا كنقول تخيلي معايا avant d'ouvrir la غير الطوموبيل ولا الباب ديال شي بورت ولا شي حاجه كنمسحوها ونعاودو باش نحلو الباب، tu as peur que يدوز شي حد ولا شي حد في يديه شي حاجه، ولا دوري على البيبان بربعه ديال لا فواطور ديالك باش تمسحهم شاك جوغ لو ماتان pour savoir واش نتي en sécurité ولا ماشي en sécurité. سي ديفيسيل. دونك شنو درنا؟ انا بعدا شخصيا كنهضر على نفسي، كنشوف الاشياء المهمه جدا اللي خصني نديرها وخصها تبقى خصها تكون. دونك قديت نديرها انا بوحدي تبارك الله، كنجمع مثلا لي طاش بوغ اون جورني في لا سيمين ولا دو بوغ كو جو بيس تيرميني كلشي اي كو جو بيس اونوري ما بوزيسيون، حيت اون طون كو سيتويان جو دوا باي مي فاكتور، اون طون كو بنت واحد الناس خصني نشوف حتى انا والديا ونهضر معاهم بواحد الطريقه اللي اليوم كتطلب مني ندير الحذر، فهمتي؟ حتى ممكن كتبغي الناس اليوم وليتي كتقدر ما تقدريش توصليهم تقف عليهم فورتون، واحد الوقيته كنتي كتحسب واحد جوج ثلاثه طق 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 كتدخل وكتقبل وكتعنق اللي بغيتي وكتقول ليه اشنو بيك وشنو ما بيكش. اليوم ولات صعيبه، لا ديستانس اومين ولات كثيره. دونك شخصيا كنحاول انني نديليغي، كنحاول انني الا كنت شي نهار ما فكرتش في اون سوليوشن كان اليوم خصني نفكر فيها، خصني ندير سيناريوهات كثيره باش نقدر نحافظ على نفسي ونحافظ على الناس الاخرين. صحيح الكمامه جات صعيبه حتى انا بحال الناس، وكنت ما عرفتش بحال حسيت تخنقت اون طون كوما، تدير شي حاجه اللي انت مجبر عليها واو ميم طون خصك ديرها وخصك تعرف كيفاش تستعملها. ايماجين اختي سكينه كان خاصني 4 ايام باش نعرف غير كيفاش نتعامل معها وكيفاش نتنفس واش ندير على هاد لافاس ولا على هاد لافاس، كان
واحد الحاجه اللي نسيت ما قلتها، سمحوا لي خديت الكلمه. استهلاكنا لاي حاجه اليوم خصنا نراجعوها، اي حاجه، المعلومه، الحوايجك، الحاجه كتستعملها، الحاجه كتاكلها، الحين تولينا كانت انفلونسا وبهاد الاشياء ولينا مرتبطين بها. يعني واخا الانسان يبغي يبدل اليوم لو ريتم ديال صافي ونقولوا له انت حر بدل لو ريتم ديالك، يلا كنتي كتخدم بهذه الطريقه اجي نبدلو طريقه واحده اخرى، اولا عندك الحق تبدل طريقه اخرى، صعيب عليه. الله يكون في العون. المدارس اليوم كتشكى هي واباء التلاميذ، هما اللي الظلمه مع الناس اللي كيستهلكوا الظلمه مخاصمين. اللي خدام في شي ميدان كيحسب راسو مضرور، عم تمنيت شي واحد خدام في شي ميدان جدي نيمبورط كوا، خدام في ميدان مثلا لا فارماسيوتيك يجي ويدافع على مثلا الطبيب، يجي يقول مثلا لا سيتوياسيون الطبيب اليوم راه ماشي ديك، او لا يدافع مثلا على لانفيرمي، او لا يدافع على. اللي لاحظتو في هذه المرحله هذه انه اي واحد كينتمي لواحد المنطقه معينه، لواحد الفكره معينه، لواحد الاسلوب في الحياه، اللي عندهم واحد النظام معين كيتشابه واللي كيسميو بعضياتهم انهم كيخدموا في واحد المجال مهني مع بعض، شافوا غير راسهم، صعيبه. الوغ كو لا شين دي فالور، الا تضرر الطبيب اللي شوف، الا ما مشاش لو باسيون اليوم عند الطبيب، الطبيب راه ما غيخدمش، ولا ما خدمش الطبيب ما غيخدمش فارماسي، ولا ما خدمش فارماسي ما يخدمش مول الطاكسي، حيت كيوصل داك الطبيب عند كيوصل المريض عند الطبيب. كل واحد فينا اليوم مرتبط بالاخر، فاش يبغي يدير اي خطوه لا مهنيه ولا عائليه ولا اي حاجه، ولا يدير الجار على جارو، خصو يحسبها الف حساب. لانه في المجتمع اليوم ولينا اصلا حنا راه خارجين ناس ابخي لو كونفينمون. انا كنت كنقول قبل من لو كونفينمون كنقول كنفيق الصباح بكري كنخرج كنلقى شي ناس فايقين اصلا محبطين، خارج الصباح محبط، فاتساءل دائما علاش كيفيق محبط؟ هو خصو يفيق بكري وخارج دونك غيقول الله جو سوي انكور فيفون، انا مازال حي، شنو ما درتش البارح اليوم نديرو. هادشي اللي انا كيفاش قريتها. اما اليوم الناس كانوا محبطين من دي سيتوياسيون فلافي، الله يكون في العون، المواكبه الاجتماعيه ضروريه، شي خاص بدا غير بشويه ولكن ضروري. انا المواكبه الاجتماعيه والنفسيه ايضا، وتغيير السلوكيات، تغيير السلوكيات ضروري خصها تكون. صحيح، كاين بزاف ديال المؤسسات، نهضروا على مؤسسه الزواج والوليدات والمدرسه، وهذا راه هذا مجتمع مصغر، الا صلحناه جو بونس غيتصلح المجتمع الكبير. مي كنشوف انه خصنا اليوم نديروا نعاونوا بعضياتنا، حتى الواحد الا ما عرفش الحاجه نوجهوه بطريقه حنا غنصلحوا بعضياتنا بالي، لانه يعني فيك هاد كورونا اوني سونسي دو فيغ شي حوايج مزيانين مع بعضياتنا اللي ما اللي كانوا فلتوا لنا شحال هذه في الوقت. نعم. لا لا اذا سمحتي لي منى، نتج عند لا امينه، مابقاش معنا وقت كثير ومازال عندنا سؤال اخر خصني نطرحه عليكم. لا امينه، انتم ايضا كيفاش يعني في اسبانيا خرجتوا من الحجر الصحي المشدد، يعني الانسان خصو يبقى في الدار ما يتحركش الى غير ذلك، كيفاش خرجتوا من هذا الوضع هذا؟ كيفاش كان التعامل؟ كيفاش كانت العادات؟ كيفاش كانت بزاف الحوايج؟ انا على حسب ما لاحظت على ان الخروج ديالنا من هذه الازمه هذه كانت جد مقننه، عجبتني بزاف، كانت جد مقننه، يعني الناس خرجوا على ان كل شيء مطبق القانون ديالو، بالخصوص في المنطقه فين انا عايشه، يعني في سيفيا، وسيفيا راه مدينه سياحيه كبيره، اللي شفت وهي على ان الجانب النسوي اللي هو كنشتغلوا معاه حنايا هو اللي عندنا معاه اتصال، منهم كنتعلموا، منهم كنستافدوا، باقي ما تايقش على ان ياخذ ديك المبادره ويخرج باش يعيش الحياه ديالها، تعيش الحياه ديالها فحال اللي كانت كتعيشها من بعد هاد من بعد هاد الكونفينمون. دونك هذا هذه نقطه لاحظناها كاملين بينا،
دابا بدينا في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاجتماعي دابا عاد بداو كيخرجوا المؤسسات والجمعيات كيفتشوا على باش يساعدوا هذوك الناس اللي محتاجين المساعدات. الجمعيات ولاو كيعملوا دابا لي كومبان ديال سوليداريتي باش يبينوا للراي العام على ان حتى هما راه عندهم حق وعندهم دور في المساعده ديال المجتمع المدني، بالخصوص الفئه الهشه. ولكن العضو النسوي باقي ملتزم، باقي ملتزم في الديور ديالهم، باقي ما عندهمش داك القضيه ديال نخرجوا فحال اللي كانوا كيخرجوا يمشيو لي سوبر مارشي، يخرجوا يمشيو، يعني باقي عندهم واحد التخوف. اي بورتو راه حنايا صافي تهز لينا الحجر الصحي، راه ولات الحياه عاديه بحكم ان الناس ولاو كاع كيمشيو للبحر وداك الشيء تحت القوانين المتفق عليها دوليا. وبالحق الخوف، كاين الخوف. انا عندي صحباتي، عندي واحد المجموعه ديال صحباتي اسبان، يعني كنا كنتلاقاو في واحد المجموعه ديال اللقاءات مناسبات، حتى لا عملنا والو واخا نخرجوا يتمشاو مع بعضياتنا. دابا ولينا كنتصلوا بعضياتنا، باقي عندهم داك التخوف، ما باغيينش يخرجوا. كيقول لك بلاتي حنا ولفنا الدار، حنا ما خصناش نخرجوا، حنا هادي. ولو في نفس الوقت اكتشفوا على ان وسيله اخرى ربحوها وهو الاقتصاد، جعلتهم على انهم ما يتعلموا الاقتصاد. دونك صافي ولفوا كانوا شحال هذه كلشي كيخرج على بري يخسر، دابا صافي ولفوا، ولاو كيجيو ديك الحوايج القدامين ويعاودوا لهم دي غوتوش ويلبسوهم. هادشي زعما كنشوفوهم ماشي في التلفزيون، وداكشي كنشوفوهم، كنشوفوهم في لي غروب سوسيو، كنشوفوهم في العلاقات العامه ما بيناتنا، في العلاقات الشخصيه، في لي زونطوراج، في بحال دابا انا هنايا دازوا بزاف ديال الحفلات الدينيه ديالهم، ما خرجوش بحال اللي كانوا كيخرجوا شحال هذه بهيلاله وديك بلعاد الفلوس وديك بلعاد البيره اللي كيخرجوا ليها وداكشي. باقين ملتزمين في الديور ديالهم، كيعملوا غير الرموز في الشراجم، كيعملوا الورد ديالهم وداكشي، كل واحد على حسب الاعتقادات ديالهم، وخايفانين يخرجوا يشاركوا برا. دونك علمتهم الاقتصاد وعلمتهم على انهم يحاولوا يجلسوا في الديور ديالهم، ولكن في نفس الوقت كاين تخوف، باقي تخوف من ناحيه الاداره. من ناحيه الاداره رغم اننا في اوروبا هذه غادي يعيشوا مأساة كبيرة، وهي على أن أكثر من 60% ما كيعرفوش يستعملوا مواقع التواصل. وفي نفس الوقت إسبانيا فرضت على جميع الإدارات على أن لو ترافاي غيكون كل شيء اترافير الانترنت، لا جيستيون ادمنستراتيف اترافير الانترنت، لي سوليسيتود ديال جميع المسائل اللي عندها علاقه مع الحياه الاجتماعيه اترافير الانترنت. اي بورتون الاميه في هذا الدومين راه تعدات 60% في اسبانيا. نتمنى على الله المغرب يفوق اوروبا بحال اللي فوقناهم في داخل الكونفينمون، في واحد المجموعه ديال التحديات اللي عملوا من المغرب. صح. لا سمحتي لي الأمينة، أنا غنتجي عند لنبيلة. نبيلة حتى نتوم يعني شاهدنا مواقف لي أنا بصراحة صور لي كانت صعبة شي شوية، رسائل كانت قوية، يعني الشعب الإيطالي عطى رسائل كانت قوية للعالم، ومنها كانت سأل من بعد ما تنفس الصعداء كيف ما تنقوله، كيفاش كان الخروج من الحجر الصحي؟ ما تعلمش. مشكلة الشعب الإيطالي أنه شعب سبحان الله، يعني اللي أنا كنقول من تجربتي، ماشي غير من تجربتي، لأن عندي صديقات بزاف اللي عاشوا هنا 20 عام ومشاو لدول أوروبية أخرى، يعني هاجروا لدول أخرى، وما قالك يعني شعب هكا طالقها، يعني ما دابا باش غير مجرد أنهم خرجوا يعني الحياة العادية، ولكن كاين يعني بقوانين وخاصهم يعني ولا بد ما يعني بحال مثلا الكمامة، خاصو دائما يكون عنده الجيل في الجيب ديالو، خاصو دائما يبقى محافظ على المسافة ما بينه وبين والو غير كتلقي لهم، كتدخلي لواحد المقهى كتلقاي الناس وجههم في وجه بعضياتهم. المهم هما شعب اللي صعيب عليه ما يكونش الكونتاك يعني جسمي، هما كيعجبهم يتعانقوا عليهم يتباوسوا عليهم، وناس اللي تا هما كيهضروا كنقولوا انا كتشبهونا حنايا في سميتو ديالنا، يعني خاص
يعني ماشي من داك النوع ديال، وماشي كلشي يعني، كاينه واحد النسبه مئويه اللي باقا خايفه كما قالت لاله امينه، كيحاولوا ما يمكن واخا تعيط لهم ولا تقول لهم مرحبا بك عندي، ولا تقول لهم انا باقي الحال، نحاولوا ما يمكن نبقاو محافظين لان ما عرفناش هادشي غادي يرجع هكا. ولكن نقدر انا نقول حتى 70% ما نسات، نسات كومبليتامينت يعني، صارت التجربه اللي دازت نسات وما كانت بقى. والمشكله احنا ما نهضروش على المسنين لانهم اصلا راهم في ديورهم، وهما اصلا اصلهم خوافين يعني، اللي بقى في الدار راه في الدار يعني، ما غاديش يخرج، وغيحاول يخرج يخرج بواحد الطريقه يعني، نقولوا يعني بشويه بشويه. ولكن عندهم الشباب ما فهموهاش، ونتمنوا يعني هذا الشيء ما يكونش عنده واحد يعني ما يرجعش علينا بواحد الارتفاع سلبية. مرة أخرى في السلبيات، لأن ماشي سهل باش إنسان يبدا عاوتاني عادي وما يستعملش كاع سميتهم هادو اللي خاصو يستعملهم شوية صعيبة. نتمنوا تعاود تجربة أزيغو، لأنه كانت تجربة قاسية وقاسحة زعما اللي يعاودها علينا مرة أخرى غيكون صعيب، صعيب انه الانسان يتعايش مع موجه اخرى. زعما نتمنوا ربي انه يرزقنا السلامه والعافيه ونخرج من هذه الازمه، تخرج الانسانيه جمعاء من هذه الازمه بسلام. بصدق انا ما سخيتش بالدردشه معكم، كان دردشه زوينه بزاف، ولكن وقت البرنامج ضيق. نبغي قبل ما نختم منى في كلمه، شنو يمكن لك تقولي لنا ما بعد الحجر الصحي؟ تغيير شامل ان شاء الله. كنظن أنه فرضات علينا الظروف اليوم أنه يكون تغيير. إحنا أول حاجة درناها هي تقبلنا الوضع، أول خطوة في التغيير هي تقبل الوضع كما هو، راضينا كل الرضا، ولكن إن شاء الله كنشوفوا الأشياء أحسن وأجمل إن شاء الله. الله يعطيك الصحة لالة أمينة. يعني ما بعد الحجر الصحي شنو ظهر لك؟ ظهر لي على ان خصنا نزيدوا لقدام، خصنا نحاولوا ما امكن نصلحوا لهذاك السلوكيات ديالنا، خصنا نتشبثوا بالمواقف ديالنا والمبادئ ديالنا يعني ما نتخلاوش عليها، وخصنا دائما دائما نشوفوا المسائل في المدى البعد دياله. وانا هاد التجربه ديال كوفيد على ما اظن خلات الناس تبغي بعضها اكثر، رغم ان ما كاينش ديك التلاحم وديك التعانق وداك الشيء، وليني خلت الاسباني يبغي المغربي والمغربي يبغي الافريقاني، ويا ماشا زعما ولا التعايش فرض راسو علينا سلميا يعني، شحال حنا كندافعوا على لا ديفيرسيتي يعني، انتصارات انسانيه ربما لا امينه جوستو. دابا حنا ولينا كنعيشوا واحد النوع ديال لا ديفيرسيتي هيومن ب ب ب بالقوة وبالهلي تبتوا لينا. دونك بالنسبة لي أنايا نزيدوا لقدام، نزيدوا نبغيو بعضياتنا، نشوفوا البوزيتيف ونخليوا النيجاتيف، ونحاولوا ما أمكن نقويوا القدرات ديالنا الاجتماعية والاقتصادية والأسرية حتى هي ما نفرطوش فيها. صافي الله يعطيك الصحة، ما عندي ما يتسالك. لالة نبيلة، لالة نبيلة ما بعد الحجر الصحي شنو رأيك؟ الخلاصة هي عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. إحنا الحمد لله راضين بقضاء الله وقدره. تجربة ما بعد كورونا كنتمنى بأن الله أعطى حتى واحد يعني، بالنسبة نقولوا إحنا أنا كنتكلم على إيطاليا اللي كانت كتشوف المهاجر هو عبء على المصلحة الاجتماعية، هو يعني واحد يعني مواطن غريب على الثقافة الإيطالية ولا على الديانة المسيحية، ولكن سبحان الله كورونا خرجت من المغاربة ومن الأجنبيين ومن المسلمين وغير المسلمين روح التضامن، روح أن تحد ما مختلف على حد، بأن يعني الحمد لله خلقنا الله كنا بحال بحال، وهذا خلى حتى بيناتنا، حيت حنا المشكله ماشي غير مع اللي ماشي من نفس البلاد، ولكن شحال مره كتلقاي حتى من نفس يعني من نفس الدوله، وكتلقاي الانسان ما كيتضامنش مع بعضه. كورونا يعني حاولت ما امكن ان تعطينا ماشي تخلق فينا روح التضامن لانه هو فينا يعني فطره، ولكن حاولت ما تخرجوا الوجود
وتعطي القيمة الأشياء اللي هي فريمون عندها القيمة، وخاصة يكون عندها قيمة، لأن بزاف الأشياء بشوية بشوية بدينا كنحيدوها من حياتنا، لأن كورونا فيروس بحال هو اللي عرّى واحد واحد الجانب كان كيصحابنا راه عنده واحد القيمة كبيرة وهو راه والو، وبان في هاد في الأزمة هذه. وكنشكرك على هاد الاستضافة، وكان لي الشرف نتعرف على الأخت منى وعلى الأمينة، ونتمنى نشوفو شكرا ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم على المشاركه الطيبه، كان حوار شيق معكم استمتعت به، شكرا لكم لانكم فخر لينا، الله يعطيكم الصحه، كتشرفونا وكتهزوا بنا الفوق، لا لا يخليكم تبارك الله عليكم، مازال موفقين ان شاء الله باذن الله. نبغي نشكر بطبيعه الحال في الختام منى عتيقي مقاوله شابه اللي كانت معنا اليوم وناقشت معنا الموضوع بطبيعه الحال، شكرا لك منى. كنشكرك الاخت سكينه، تحيه للقناه ولكل طاقم القناه، شكرا الاخ كريم. شكرا لك. كنشكر ايضا لاله امينه قامور وهي مساعده اجتماعيه للمسنين وذوي الاحتياجات باسبانيا، شكرا جزيلا لك لاله امينه، وتشرفنا بك وموفقه باذن الله، وشكرا لانك نموذج للمراه المناضله. بارك الله فيك، كون على علم على ان انا دائما متبعين القناه ديالكم يوم السبت والاحد. الله يحفظك، مرحبا وشكرا جزيلا لك لاله يخطيك. كنشكر ايضا لاله نبيلة ام هدره وهي موظفه ومستشاره ببلديه بارما الايطاليه، شكرا جزيلا لك لانك نموذج مشرف للمراه المغربيه، برافو عليك وموفقه باذن الله، ونتمنى دائما ان نكون سند ودعم لكم بالقرب أو بالبعد، نكون داعم لكم وسند موفقين، شكرا لكم لانكم كتشرفونا. بارك الله فيك. شكرا لك اختي سكينه، وشكرا على الاستضافه كما قلت لك قبل، وتبارك الله عليكم، يعني كنكون شي في المستوى، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو فرص اخرى، وفي خلال الفرص تكون زوينه ونهضروا على حوايج زوينين الحمد لله ان شاء الله باذن الله، ضروري ومؤكد اكيد. ختاما مشاهدينا ومتتبعينا، كيظهر لي بان ضيوفنا اختصروا التجربه في مجموعة من الأمور اللي خاصنا نرجعوا فيها أنفسنا، اختصروا التجربة في أنه جاء الوقت ديال التغيير، اختصروا التجربة في أنه جاء الوقت ديال الإصلاح وتغيير العادات، اختصروا أيضا التجربة في أنه اليوم احنا مطالبين نزيدوا القدام وما نبقاش نشوفوا اللور، اختصروا التجربة أيضا بأنه الإنسان كيف ما كان الحال هو كائن بطبعه قابل للتعايش والإصلاح والمحبة، وأنه تكون العلاقات الإنسانية والطيبوبة والتضامن والتكافل هو المسيطر على العالم. الرسالة واضحة، ولكن حنا شنو اختبرنا وحنا شنو استفدنا ما بعد كورونا؟ هذا هو السؤال العريض اللي خاصنا نطرحوه على نفسنا، ونحطو ورقة وستيلو ونناقشوا نفسنا، لأنه اليوم مرحلة اللي خاصنا فيها نوقفوا مع راسنا، نوقفوا مع ذاتنا، نشوفوا شنو وصلنا، شنو باغين منا القدام، وشنو أصلا كنستفدوا من حياتنا ومن تعاملاتنا الإنسانية. ولكن أنا رسالتي أنه دائما خاصنا نحافظوا على روح التعايش والتضامن والتآخي، ودير الخير ورمي البحر كيف ما كان الحال، أكيد أنك غتجزى عليه في يوم من الأيام. الخير ماشي بالضروري نديروه مادي، كاين الخير المادي وكاين أيضا الخير المعنوي، تعاملتنا مع الناس، تواصلنا مع الآخر، وأيضا يكون طموحنا أكثر لأننا نزيدوا القدام ونعرفوا بقيمة كل حاجة في حياتنا، ولو تكون أبسط الأمور عندها دور كبير، وممكن ما بين لحظة أخرى نتحرموا منها. إذا اليوم احنا مطالبين نعرفوا قيمة حياتنا بتفاصيلها صغيرة. كنشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة، أعود وألقاكم الأربعاء المقبل في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. كنشكر زميلي كريم نايتسي رافقنا في الإشراف التقني والإخراج، أيضا كنشكر في الجرافيزم إسماعيل كحلاوي ويونس وحيدي، وكنشكر أيضا في مساعدة على إعداد الحلقة زميلنا وصديقنا محمد مبارك. دمتم في رعاية الله أوفيانا الكرام، أعود وألقاكم إلى اللقاء.